ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لفامبرينا. فامبرينا وأصدقاؤها يغنون مع فتيات الصراخ، لكن هل لديهم المهارة لإمتاع الجمهور؟ مرحبا بالزومبي والأشباح. هل قلت الزومبي والأشباح؟ هذا تصرف عجيب. أنا أعني السيدات والسادة، أشكركم، رجاء صفقوا بمخالبكم أيديكم لفامبرينا وفتيات الغول. دورنا. انتظروا، لا أستطيع، لا لا غول بداخلي. ماذا لو أني لست بارعة؟ حسناً، على أحد العزف أو هذا الجمهور سيصبح غاضباً. لما لا نخرج ونعزف أغنية لنجعل الجمهور سعيداً؟ سنرحب بالجمهور ثم تخرجنا بعد ذلك. ستعثرين على الغول بداخلك، أنا أثق بك. أنا لا أثق بنفسي. تغيير في الخطة. رجاءً تحية كبيرة لفتيات الصراخ. هيا فلنرقص بشر ووحوش. رأيتما؟ لن نكون في مثل مهارتهن أبدا. إنهن رائعات بالفعل. أتطلع لرؤية نهاية الأغنية. أوليه، نهاية الأغنية سيراها الجميع ويخافون. ندور نصرهم. سيكون هذا سيئا، علينا أن نقوم بمنعهم، لكن كيف؟ لا أعرف. انتظرا، بل أعرف. نعيش الصراخ. بريجيت، مستحيل. هيا لنرحب بفتيات الغول. وقت الغناء الرائع. هيا بنا. كيف تغلبت على خوفك من الجمهور؟ لم أكن أفكر فيهم، كنت أفكر في صديقاتي فتيات الصراخ، وهن محقات. العزف أمام الجمهور أمر رائع. سنتولى الأمر الآن. عرفت أن كنا لها. انطلقنا يا فتيات، أنا أبدأ العزف. ابحثي الآن عن الغول واظهري للعالم هذا الغول. فابحثي الآن عن الغول فهيا اظهري الغول. هيا اظهري الغول. هيا. رائع. بالرغم من توتر بريجيت في البداية، إلا أنها تغلبت على خوفها من المسرح لتساعد أصدقائها في الغناء الرائع. تابعوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، وسيمكنكم مشاهدة فامبرينا على ديزني جونيور. انقر شاشتك لفيديوهات أكثر، وافتح ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.